أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، ونبدأها بالعناوين. مقتل 5 جنود في عدن، ومدير الأمن يعلن إلقاء القبض على المتهمين باغتيال المحافظ السابق. قصف مستمر في تعز في ثاني أيام الهدنة، ومقتل جندي من الجيش برصاص الميليشيا. مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة يقول إن مفاوضات الكويت قد تكون الفرصة الأخيرة لإنجاح جهود السلام في اليمن. قتل 5 جنود وأصيب 10 آخرون في تفجير إرهابي استهدف تجمعا للجنود في مدينة عدن. وقال شهود عيان إن الحادثة وقعت بسبب انفجار عبوة ناسفة، لكن وكالة رويترز نقلت عن مصدر أمني قوله إنها نتيجة تفجير انتحاري. عملية جديدة في عدن تضاف إلى قائمة العمليات التي شهدتها المحافظة منذ أن تحرت من قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي. عمليات تقويض الأمن في المدينة مستمر ولم يتوقف، فيما جهود السلطة المحلية لمواجهتها لم تتوقف أيضا في مهمة تعد الأصعب أمام المسؤولين في المدينة. 5 جنود قتلوا وأصيب آخرون في تفجير جديد استهدف تجمعا لهم في مديرية الشيخ عثمان شمالي المدينة. المصادر الأمنية تقول أن انتحاريا فجر نفسه مستهدفا الجنود الذين كانوا على متن حافلة عند حاجز أمني في محيط ملعب 22 مايو القريب من جولة سوزوكي. يأتي هذا بعد أيام من اغتيال الأمين العام للمجلس المحلي في المنصورة، وكذا ضابط متقاعد في حي الممدارة في ذات المديرية. كل ذلك يجعل الملف الأمني في المدينة يتصدر التحديات التي تواجهها، خاصة بعد عملية اغتيال المحافظ السابق جعفر محمد سعد ومحاولة اغتيال المحافظ عيدارس الزبيدي ومدير الأمن شلال شائع، وهو ما يضع الكثير من التساؤلات مع استمرار تلك العمليات رغم مواجهتها. قال مدير أمن عدن اللواء شلال علي الشايع إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتورطين في اغتيال محافظ عدن السابق جعفر اللواء جعفر محمد سعد. وكان اللواء شلال شايع قد قام بزيارة لمديرية المنصورة، حيث وجه الضباط والجنود باليقظة وبرفع الجاهزية القتالية وبتقديم الخدمات للمواطنين. نبشر شعبنا بأن تم إلقاء القبض سواء على قتلة الشهيد البطل جعفر أو على قتلة رجال المرور أو على قتلة القضاة. ومعنا من عدن مراسلنا آدم الحسامي. آدم، أخبرنا تفاصيل تفجير اليوم في الشيخ عثمان وماذا عن هوية المنفذين؟ التفجير حدث بعبوة ناسفة غرست بجانب السور في الشارع المؤدي إلى خور مكسر بداية خط العريش وهو خط السريع. الجنود الذين تم اغتيالهم بالعبوة الناسفة ينتظرون يوميا في الساعات الأولى من الفجر سيارة تقلهم إلى معسكر في خور مكسر. المعلومات حسب المصادر الأمنية أن العبوة الناسفة زرعت قبل مجيئهم وتم التفجير عن بعد. القتلى حسب المصادر وصل عددهم إلى 5 قتلى و7 جرحى. هل الحصيلة مرشحة للارتفاع؟ بالطبع، لأن كانوا متجمعين بالقرب والتفجير حدث بالقرب منهم تماما. الإصابات بالغة حسب المعلومات الطبية. طيب، ماذا عن المعسكر الذي ذكرته في خور مكسر، معسكر بدر أم الصولبان؟ إذا توفرت لديك المعلومات. حسب المعلومات أن المتدربين الجنود المستجدين أغلبهم في معسكر الصولبان. المؤسف في الأمر أن هؤلاء الجنود حسب معلومات من أهالي الأحياء القريبة أنهم ينتظرون سيارة توصلهم غير رسمية إلى المعسكر بعدم وجود مواصلات في ساعات الصباح الأولى، وغير متوقع العملية أن منفذون هذه العملية أن يستهدفوا جنود ليست لهم رتب عالية. العملية فقط حسب ما تبنت وكالة تابعة لداعش استهدفت مجرد جنود يمنيين حسب
الوكالة. كيف تبدو الأوضاع الآن آدم في مديرية الشيخ عثمان، وماذا عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة كردود فعل على هذا التفجير؟ عندما نزلنا للتصوير مكان الحادث وجدنا النقاط قريبة حتى من مكان الحادث، النقاط الأمنية والانفجار أصبح بعد الحملة الأمنية والسيطرة على المنصورة أصبح الانفجار بشكل مكثف في معظم شوارع المنصورة والشيخ عثمان. بطبيعة الحال التفجيرات الإرهابية تخترق أكثر التعزيزات الأمنية والانفجار الأمني. نعم، كان معنا من عدن مراسلنا آدم الحسامي، شكرا جزيلا لك. إلى تعز حيث أصيب طفلان بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في إحدى المناطق التابعة لمديرية الوزعية، وقالت مصادر محلية إن الطفلين أصيبا في منطقة العقمة وتم نقلهما لتلقي العلاج في محافظة الحديدة نظرا لخطورة حالتهما، وزرعت الميليشيا مئات الألغام في مناطق عدة بالمديرية للحد من محاولات تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وفي السياق ذاته شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفا مدفعيا مكثفا على الأحياء السكنية في مدينة تعز، وقال مراسل قناة بلقيس إن الميليشيا قصفت أحياء الكم والدعوة والزهراء، فيما اندلعت اشتباكات متقطعة في حي ثعبات بين المقاومة الشعبية والميليشيا. إلى ذلك واصل الحوثيون وقوات المخلوع قصفهم حي الديم وقرى صبر من مواقع تمركزهم في منطقة المكلكل. وفي محيط مقر اللواء 35 في محافظة تعز قتل أحد أفراد قوات الجيش الوطني برصاص قناص حوثي، وقال مراسل قناة بلقيس إن الميليشيا المتمركزة في تبة الضنين وقرب مصنع السمن والصابون تستهدف المارة في تلك المنطقة، وبحسب المراسل فقد سقطت قذائف هاون على مواقع الجيش الوطني في منطقة الضباب غربي المحافظة. ليس إعلانا عن فنون القتال أو تدريبا لخوض معركة مؤجلة، إنه بالفعل مشهد من جبهات قتال المقاومة في الضباب هنا غربي مدينة تعز، حيث توقف تماماً الحديث عن الهدنة، ترتفع أصوات الرصاص وتتسع دائرة المعارك بشكل أكبر. يتمركز أفراد المقاومة الشعبية على عدد من هذه التباب هي المقبابة والمقهاية والربيعي، وأيضاً يجري تمشيط المنطقة وسط محاولات الميليشيا التقدم في الجبهة لكنها تفشل من وقت إلى آخر. أيا يكن الحديث عن من يخرق الهدنة، تبقى هذه المشاهد الأكثر حضوراً هنا في هذه المناطق التي يجري القتال فيها، وتحرز المقاومة تقدماً في ظل الحديث عن قصف الميليشيا وقوات الرئيس المخلوع أحياء سكنية وقنص المدنيين في محاولات لتضييق الخناق على السكان أكثر، كون هذه المنطقة تتاخم حذران المعبر الرئيسي للعابرين الخارجين من المدينة أو الداخلين إليها. ومعنا من تعز مراسلنا حمزة أمين. حمزة، ما الجديد، ما الوضع الجديد الذي تشهده الآن من قصف فيها تلك المناطق في تعز؟ نعم سهى، الميليشيات كعادتها تحاول قصف المدينة بمختلف الأسلحة الثقيلة، تقصف الأحياء السكنية وترتكب مجازر جديدة. للحديث عن تطورات في الجبهات، بالأمس مساء دارت اشتباكات عنيفة بعد أن حاولت الميليشيات الانقلابية التقدم باتجاه معسكر اللواء 35 بعد أن قامت بقصفه بصواريخ الكاتيشا ومدافع الهوزر من مواقع تمركزها في جبل الهان و جبل غراب. أيضا حاولت الميليشيات التقدم في منطقة ثعبات ولكن رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني تصدوا لهم. تحاول الميليشيات التقدم في من عدة جبهات في محاولات منها لاقتحام المدينة والعمل على فرض والعمل على اختراق المواقع المقاومة بعد أن تم تحريرها من قبل الميليشيات. نعم حمزة، يعني هل توقف إسناد قوة التحالف لعمل المقاومة والجيش على الأرض؟ منذ الأمس لم يسمع أي ضربات طيران التحالف العربي،
ولكن هنا أبناء المدينة يأملون من طيران التحالف أن يكثف غاراته على المواقع التي تقوم بقصف المدينة، خصوصا في الجهة الشرقية حيث تقوم الميليشيات المتمركزة هناك في تبت سوفتيل والمكلكل بصالة بقصف المدينة بشكل عشوائي وبشكل يومي. ماذا عن جبهة الضباب حمزة؟ هل شهدت قصفا جديدا؟ الميليشيات حاولت التقدم في منطقة الربيعي وأدارت اشتباكات متقطعة، ولكن بسبب وجود المقاومة الشعبية والإسناد من قبل الجيش الوطني لم تستطع الميليشيات التقدم في تلك الجبهة. كان معنا من تعز مراسلنا حمزة أمين، شكرا جزيلا لك. لم تحظى الهدنة المعلن عنها بتفاؤل كبير من المواطنين بين المواطنين، خاصة في مدينة تعز التي تتعرض لقصف مدفعي مستمر من قبل الميليشيا. التقرير التالي ومزيدا من التفاصيل. غالبا ما على الأرض يختلف كليا عما يقوله السياسيون حول طاولات الحوار والمشاورات، فالواقع يتحدث بالحقيقة لا غير، ولا مجال فيه للتزوير على الإطلاق. تم الإعلان عن هدنة بموجبها يتوقف إطلاق النار ويسمح بتدفق مساعدات إنسانية تستطيع بها هذه المدينة المحاصرة أخذ أنفاسها ولو قليلا ليحصي أبناؤها ما فقدوه في فترات الحرب الماضية. لكن هدوء الهدنة لم يصل إلى هذه المدينة التي لم يعد فيها مجال حتى لاستيعاب حجم الدمار الهائل اللاحق بمبانيها. اتفق الطرفان على أن تكون مدينة تعز هي المكان الأول لتطبيق الهدنة، غير أنها كانت المدينة الأولى التي يتم اختراق الهدنة فيها. في نظري أن هذا الحوثي وعفاشي لم يحسموا في بلادنا إلا الحسم القوة بالقوة العسكرية، أما هدنة مع عفاش مع الحوثي هذا مستحيل ألف المستحيلة. يحاول الناس مواصلة حياتهم اليومية رغم الحرب والدمار، فالهدنة ليست أكثر من مناسبة جديدة لتذكيرهم بخسائرهم على أيدي الميليشيا. طبعا من خلال ملاحظتنا أن جماعات الحوثي والمخلوع صالح لم ولن يلتزموا بأي مبادئ بأي قيام بأي مذل بأي أخلاقيات حول وقف إطلاق النار. فشلت ميليشيا الحوثي والمخلوع إذن بالالتزام بالهدنة وبادرت بقصف المدنيين في منازلهم، فالرصاصة الأولى والقذيفة الأولى بعد إعلان الهدنة اختارتها الميليشيا أن تكون على المدنيين الساكنين أرض تعز. جدد الرئيس عبدالرب منصور هادي تأكيده مشاركة الحكومة في مشاورات الكويت المقرر إجراؤها في 18 من إبريل الجاري. وبحسب وكالة سبا الرسمية فإن هادي أكد خلال لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أن الحكومة تشدد على تنفيذ قرار الأممي 22/16 خلال عقد المشاورات. من جانبه قال ولد الشيخ إنه يأمل أن ترافق تلك الخطوات تهدئة وخطاب إعلامي إيجابي لحشد الجهود وتوجيه الرأي العام نحو السلام ولتثبيت وقف إطلاق النار. كشفت مصادر في لجنة المشاورات المزمع إجراؤها في الكويت الأسبوع المقبل عن اشتراطات ميليشيا الحوثي تقضي بمنع وسائل الإعلام من التغطية. ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المصادر قولها إن الحوثيين اشترطوا على الأمم المتحدة منع وسائل الإعلام من التغطية ومراقبة وقف إطلاق النار مع اللجنة الفنية المكلفة بذلك، إضافة إلى منع أعضاء اللجنة الفنية ولجنة المشاورات من الإدلاء بأية تصريحات. وقال رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين نبيل الأسيدي إن الهدف من اشتراطات الميليشيا بعدم تغطية وسائل الإعلام أو منع أعضاء اللجنة الفنية أو السياسية من الإدلاء بأية تصريحات هو التغطية على مراوغات الميليشيا في المفاوضات. إلى ذلك قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني إن الحكومة تأمل أن يلتزم الإنقلابيون بقرار وقف إطلاق النار باعتباره مدخلا لإنجاح جهود السلام التي سوف تبحثها جولة المفاوضات المقبلة في الكويت الأسبوع المقبل. وشدد اليماني في تصريحات صحفية على أهمية موقف المجتمع الدولي الداعم للحكومة وجهود السلام والتي تتطلب في المقام الأول العودة عن الإنقلاب والتراجع عن الإجراءات أحادية الجانب التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال اليمني
إن مفاوضات الكويت قد تكون الفرصة الأخيرة لإنجاح جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. مع دخول الهدنة حاجز التنفيذ، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطراف الصراع في اليمن إلى احترام اتفاقي وقف الأعمال القتالية، وأكد كيمون في رسالة بعثها إلى أطراف الصراع في اليمن ضرورة الالتزام واحترام اتفاق وقف إطلاق النار لتسهيل بدء عملية المساعدات الإنسانية. في الحديدة بدأت ميليشيا الحوثي والمخلوع حملة تفتيش ومصادرة لأغطية الدراجات النارية، وتبرر الميليشيا هذه الإجراءات بكونها موقفا احترازيا لحماية أفرادها من الهجمات التي تستهدف نقاط التفتيش التابعة لها. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بلا مقدمات، وجد سائقو الدراجات النارية بالحديدة أنفسهم في مرمى إجراءات تقوم بها الميليشيا تهدف إلى مصادرة بعض أدواتهم الخاصة مثل الأغطية والبطانيات التي يستخدمها السائقون لتخفيف الحرارة خلال عملهم عليها. هنا واحد من مكبات الأغطية أو ما يعرفه السائقون بالبطانيات في واحدة من نقاط الحوثيين، ولا أحد يملك تفسيرا لما يحدث غير أن مبرراتهم تقول إنه إجراء احترازي خوفا من عمليات المقاومة وحماية لأفرادها في حواجز ونقاط التفتيش الأمنية. أيا تكن المبررات بحسب بعض السائقين هنا، فإن الإجراء يستهدف واحدة من الشرائح الأكثر فقرا التي تعتمد في دخلها على الدراجات النارية. نظمت وحدة شؤون الطلاب بجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع محافظة الحديدة بازارا خيريا لدعم مرضى السرطان الذين فاقمت الحرب من أوضاعهم، حيث يعاني العديد من المرضى من صعوبة الحصول على الأدوية نتيجة ارتفاع أسعارها وانعدامها في المراكز الصحية. الرعاية الصحية في اليمن من حالة التخلف إلى الانهيار بسبب الحرب واحتدام النزاع. في اليمن 20,000 شخص سنوياً يصابون بمرض السرطان، وتصل نسبة الوفيات إلى 60%. ويعد مرض السرطان من أكثر الشرائح معاناة وتأثراً بالحرب بسبب احتياجهم للدواء المستمر الذي بات الحصول عليه أمراً في غاية الصعوبة. أدوية مرض السرطان تعتبر هي الأغلى، فشراؤها يكلف أثماناً باهظة تتجاوز قدرة المرضى في بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر. مرض السرطان ليس كبقية الأمراض. الأمر الذي دعا طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا هنا في الحديدة إلى إقامة بازار لدعم مرضى السرطان في محاولة منهم لتخفيف معاناة المرضى. بسبب الأوضاع التي يعيشها الشعب اليمني والحصار المفروض على الشعب اليمني، اضطرينا في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان للنزول إلى كافة المؤسسات والتعليمية وغيرها من أجل دعم هؤلاء المرضى. مرضى السرطان ككثيرين يبدو أن معاناتهم ستستمر وتتفاقم، خصوصا في وجود ميليشيات تستهدف المرافق الصحية والعاملين فيها، فضلا عن إصرارها على خرق أي هدنة
يمكن أن تخفف من معاناة الكثيرين. النشرة معكم مستمرة من قناة بلقيس وفيها بعد الفاصل. ارتفاع منسوب المياه في أبين بفعل تدفق السيول الغزيرة في المحافظة. مقتل 5 جنود في عدن، ومدير الأمن يعلن إلقاء القبض على المتهمين باغتيال المحافظ السابق. قصف مستمر في تعز في ثاني أيام الهدنة، ومقتل جندي من الجيش برصاص الميليشيا. مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة يقول إن مفاوضات الكويت قد تكون الفرصة الأخيرة لإنجاح جهود السلام في اليمن. أهلا بكم مجددا. دشنت السلطة المحلية وصندوق النظافة في مديرية التواهي بمحافظة عدن حملة نظافة شارك فيها العديد من شباب المنطقة والمسؤولين. وفي ذات السياق افتتح محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي روضة المنار لتعليم الصم والبكم في مديرية المنصورة. مدينة نظيفة لا مكان فيها للنفايات، هكذا أراد شباب منطقة التواهي بمحافظة عدن أن تظهر منطقتهم ليدشنوا حملة نظافة شملت جميع شوارع وأحياء المنطقة، تم فيها إزالة المخلفات المتراكمة والمتكدسة في الشوارع والأسواق والأحياء السكنية في المدينة. رجال الأمن ومعهم عمال النظافة وأعضاء قيادة المجلس المحلي بالمحافظة كانت لهم بصمة واضحة في هذه الحملة، لتكون رسالتهم الأهم في هذا المشهد: سننفض الغبار الذي أحدثته الحرب بمكانس الحياة. وفي الناحية الأخرى من المحافظة، زار محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي مدينة المنصورة، وافتتح خلال الزيارة روضة المنار للصم والبكم وسط المدينة، والتي تم إعادة تأهيلها من قبل جمعية الهلال الأحمر الإماراتي. وأمام كل هذه الفعاليات، ها هي الحياة تعود تدريجيا إلى المحافظة التي لطالما عانت من ويلات الحرب. قال مسؤولون محليون في محافظة أبين إن منسوب المياه ارتفع إلى أكثر من 3 أمتار بفعل تدفق السيول الغزيرة. وتفقد المدير العام لمكتب الزراعة في أبين الدكتور حسين الهيثمي سد باتيس في دلتا أبين وعددا من المزارع لبحث المصاعب التي تواجه المزارعين ولتوفير آليات لمواجهة أضرار السيول. من جهته ناشد مدير إدارة وحدة الري بالمحافظة المهندس جمال حلبوب السلطة المحلية والمزارعين الاصطفاف من أجل الاستفادة من السيول واستنهاض الري واستعادة دلتا أبين. أعلن مصدر في شركة النفط اليمنية وصول أول دفعة من اسطوانات الغاز المنزلي إلى جزيرة سقطرى. وقال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية حسن الجنيد إن 5000 اسطوانة غاز وصلت إلى الجزيرة كدفعة أولى، مشيرا إلى أن كمية جديدة من الاسطوانات تقدر ب5000 ستصل الجزيرة الأسبوع المقبل. واضطر المواطنون إلى الاحتطاب الذي طال بعض الأشجار النادرة بعد توقف إمداد الجزيرة بالغاز المنزلي. من جانب آخر، يحاول أهالي محافظة أبين مواجهة صعوبة الحياة وظروف الحرب التي عاشوها لفترات طويلة بإقامة فعاليات رياضية في مناطقهم النائية. التقرير والتفاصيل. لم تنسى هذه المساحات دورها القديم في صناعة نجوم عرفتهم الأندية اليمنية جيدا، وكانت أبين هي محطتهم الأولى، لكن هذا الدور أوشك على التوقف، وحولت الحروب الطويلة والمتواصلة أرض أبين إلى مواقع وملاذات. وما أن أحس الأهالي بالقليل من الأمان حتى خرجوا لتنظيم ما أوقفته الرصاص. وبجهود ذاتية تقام بطولات بين أندية كانت معروفة في السابق، لكنها فقدت كل شيء ولم يبقى غير أسمائها والذكريات في عقول من يعملون لإعادة إحيائها. وتقول مصادر محلية إنه حتى تلك التنظيمات الإرهابية التي تتناوب على الظهور من وقت لآخر تبحث عن وجود لها بين تلك الأنشطة، وسبق لها أن عملت على إقامة فعالية رياضية رغم إدانتها اللعبة وتحريمها في أحيان كثيرة.
لكن شغف الأهالي وتطلعهم إلى عودة هذا النشاط أقوى من أفكار تحملها التنظيمات وتجول بها في أنحاء مختلفة من المحافظة، لكنها تفشل عند رؤية الحماس في أعين المشجعين وعلى أرضهم. انطلقت في مدينة اسطنبول التركية أعمال مؤتمر قادة الشباب الإسلامي بمشاركة أكثر من 50 دولة، وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة إفساح المجال أمام الشباب في مجتمعاتهم للعب أدوار سياسية واقتصادية وتنموية. تمكين الشباب وإشراكهم في العملية السياسية وصناعة القرار كانت النقاط الأبرز لمؤتمر قادة الشباب الإسلامي الذي أقامته منظمة التعاون الإسلامي في مدينة اسطنبول التركية وبمشاركة أكثر من 50 دولة. هذا الحدث يعني الكثير لمنظمة التعاون الإسلامي التي تؤمن بدور الشباب، ودائما حرصت منظمة التعاون الإسلامي أن يكون للشباب دور، ومؤتمر وزراء الخارجية في دورته 42 في الكويت أصدر قرار وزاري ببناء قدرات الشباب من أجل أن يقوموا بأدوار كبيرة جدا على مستوى العالم الإسلامي. المشاركون في المؤتمر أكدوا من خلال أوراق أعمالهم ضرورة إفساح المجال أمام الشباب في مجتمعاتهم للعب دور سياسي واقتصادي وتنموي وخلق فرص عمل لاستيعاب كل القدرات الشبابية وتوظيفها. إن شاء الله ستضاف مخرجات هذا اللقاء إلى القمة التي ستعقد في اسطنبول بعد غد تماما. كما قلت، ذكر وزير الشباب والرياضة التركي عدد من الكلمات التي تنبئ بمستقبل لدى الحكومات والقيادات في العالم الإسلامي، أن يولوا الشباب اهتمام وتمكينهم في مواقع صنع القرار لإشغال طاقات الشباب والقوى الكامنة عندهم حتى لا تنصرف إلى أشياء أخرى. دور قد يقطع الطريق أمام الشباب في الانخراط في الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تنتهج التطرف وتتعارض مع التعايش السلمي في العالم. فما رغبة أكيدة، وما حضور أغلبية الوزراء تقريبا أو عددها من الوزراء اليوم في القمة الأولى للقادة الشباب، إلا تأكيد على وجود رغبة حقيقية لمحاولة دفع الشباب والنهوض به وجعله في مقدمة التمكين والاختيارات السياسية في الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي. مؤتمر قادة الشباب قدم توصيات تترجم من خلالها رؤاهم المستقبلية ونظرتهم التي تقوم على الديمقراطية وحرية التعبير، انطلاقا على القناعة إلى الإكراه ورفعها لقادة الدول الإسلامية المجتمعة في المؤتمر الذي سيقام في 14 و15 من الشهر الجاري. في مؤتمرهم الأول يسعى القادة الشباب إلى إشراك في العملية السياسية وتقديم رؤية موحدة عن المجتمعات الإسلامية التي تنبذ العنف والتطرف وتؤمن بالتعايش مع كل المجتمعات الأخرى. بشير الحارثي، قناة بلقيس، اسطنبول. إلى هنا تنتهي النشرة. مشاهدينا، نذكر بأبرز ما جاء فيها. مقتل 5 جنود في عدن، ومدير الأمن يعلن إلقاء القبض على المتهمين باغتيال المحافظ السابق. قصف مستمر في تعز في ثاني أيام الهدنة، ومقتل جندي من الجيش برصاص الميليشيا. مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة يقول إن مفاوضات الكويت قد تكون الفرصة الأخيرة لإنجاح جهود السلام في اليمن. مشاهدينا، قدمنا لكم هذه النشرة من قناة بلقيس، وللمزيد يمكنكم متابعة الموقع، موقع القناة الإلكتروني، وأيضا الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله وحفظه.